راح بلش بهذا المقطع الحديث عن دارة التحكم ووحدة التحكم، سواء المين كنترولر اللي هي اللي كان عمل الداتا باث، والاليو كنترولر اللي هي الخاصة بوحدة الحساب والمنطق. طبعا الفيديوهات السابقة وصلت لداتا باث، كان عندي قادر عادة في تعليمات من النوع R type I type بما فيها الوصول إلى ذاكرة البيانات وتعليمات برانش وجمب. إذن هلا بعد ما شكلت الداتا باث المجموعة الخطوط التحكم لازم أعرف كيف راح يتم توليدها. بالبداية بالنسبة لي تشكيل الداتا باث البسيط اللي نحن حصلنا عليه، اشتغلنا منه جزء أول هو تركيب المكونات اللازم لجلب التعليمة. هي عملية مشتركة أو مرحلة مشتركة بين كل أنواع التعليمات، فالتعليمات من النوع R-Type، I-Type، وصول إلى الذاكرة، وتعليمات Branch و Jump. الجزء الثاني اللي باقي لي هو دراسة وحدة التحكم والكنترول يونت اللي هي راح تتحكم بخطوط أو راح تولد لي حالة خطوط التحكم اللي راح استخدمها لتنفيذ عمليات الكتابة أو توليد إشارات السماح بالكتابة، وخطوط الانتخاب على النواخب المختلفة، والخطوط ALU Control اللي اختارت لي العملية التي سيتم تنفيذها على وحدة الحساب والمنطق. بالنسبة لعمليات التحكم راح أقول في عندي جزء هو Main Control هو راح يكون لكامل Data Path، وجزء هو ALU Control هو خاص بوحدة الحساب والمنطق. عندي هون بعد ما وصلت أو بعد ما حصلت على التعليمة جاني هون مختلف مراحل الداتا باث، جتني هون الـ ALU، بعدين كان في عندي وصول إلى الذاكرة في بعض أنواع التعليمات. بالنسبة للمين كنترول راح تكون مسؤولة عن توليد إشارات التحكم اللي عم تضبط لي عمل مختلف المراحل الداتا باث. وهالخطوط او هالدارة هي مين كنترول راح تعتمد لحتى تولد هالمجموعة الخطوط على الست بتات اللي هي بتشكل الحقل اوب كود من التعليمة. تذكر ان التعليمة هي عبارة عن 32 بيت، اول ست بتات منها هو الجزء اوب كود، ومن خلاله راح يتم تفكيك ترميز هذا الاوب كود، وسيتم تحديد خطوط التحكم اللازمة لتنفيذ التعليمة الموافق لهذا الأوبكود. راح أقول إنه من خلال الأوبكود راح أحصل على 10 إشارات تحكم للداتا باث، وهي انتبه جاني الأوبكود اللي هو 6 بت العليا من التعليمة. راح أحصل على 10 خطوط تحكم، هي Register Destination، هي مسجل الهدف، Register Write السماح بعملية الكتابة في مسجل الهدف، Extend Operation توسيع بأصفار أو وحدات القيمة الفورية، ALU Source المدخل الثاني لوحدة الحساب والمنطق، Memory Read في عمليات Load، و Memory Write في عمليات Store في الوصول إلى الذاكرة. Mem to Register هو كان يختار القيمة اللي راح تنكتب بمسجل الهدف، هل هي خرج وحدة الحساب والمنطق أو محتوى موقع الذاكرة في تعليمة لود. وآخر ثلاث خطوط هي كانت دخل لي وحدة next PC، هي branch if equal، branch if not equal، و jump. إذن العشر خطوط راح أحصل عليها من تفكيك ترميز هالست خطوط اللي هي الجزء opcode. أما بالنسبة لي الوحدة ALU راح أشوف إنه في إلى جزء إضافي هو الـ ALU Control، رح ياخد 6 بتات الـ Opcode، ولأجل تعليمات الـ R-Type رح ياخد أيضا 6 بتات الـ Function. ومن خلال هاي الوحدة اللي رح دخلها عمليا 12 بت رح أحصل على الخطوط ALU Control. إذن الـ Opcode 6 بت العليا، والـ Function هي 6 بت الدنيا. راح أقول من خلال هال 12 بيت
راح يكون ال أو راح تكون وحدة ال ALU control قادرة على حساب مجموعة الخطوط. ALU control راح تحدد شو هي العملية راح تنفذ على وحدة الحساب والمنطقة. هذا هو الداتا باث اللي نفذته في هذا الملف. راح أقول إنه هو من النوع single cycle data path، بمعنى ثاني التعليمه راح تتنفذ كلياتها خلال دورة ساعة واحدة، زائد إشارات التحكم اللي راح أشوفها على هذا الداتا باث. انتبه إنه 6 بت العليا وهي جاية من التعليمه، هي 32 بت جبتها من ذاكرة التعليمات. راح أحصل على 10 خطوط تحكم، وراح ينضاف عندي الجزء function اللي هو 6 بت العليا من ال 6 بت الدنيا، هون 6 بت العليا، هون 6 بت الدنيا من التعليمة، هي عملية 6 بت الدنيا من ال immediate 16. إذا سبق وذكرت إنه راح تعطيني الخطوط التحكم ALU control أو ALU operation، هي التعليمة أو العملية اللي سيتم تنفيذها على وحدة الحساب والمنطقة. عندي خرج اللي استفدت منه هو كان خرج زيرو. ايضا كان عندي خرج نكس بي سي هو هذا الخط بي سي سورس، لكن مبدئيا هذا الخط ما يدخل لا بالمين كنترول ولا بالاليو كنترول. بالنسبة للخطوط العشرة، الخطة ريجستر ديستنيشن في حال كانت حالته صفر راح يتم اختيار المسجل RT كهدف، في حال كانت قيمته واحد راح يكون عندي RD، المسجل RT هو الهدف، وهذا عمليا بتعليمات الـ R-Type. الخط register write إذا كان عليه صفر لن يتم السماح بالكتابة في المسجل الهدف، إذا كان عليه واحد سيتم كتابة محتوى المدخل وست W على المسجل الهدف. خط EXT OP أو الخط الخاص بعملية التوسيع، إذا كان عليه صفر راح يتم التوسيع بأصفار، قد شفناه بالتعليمات المنطقية. إذا كان الخط هذا عليه واحد راح يتم التوسيع ببت الإشارة، مثلاً مثل اللي صار لنا بالستور واللود لحساب العنوان اللي حوصله في ذاكرة البيانات. خط اليو سورس هو راح يختار إنه إذا كان عليه صفر راح يكون المدخل الثاني لوحدة الحساب والمنطق هو المسجل اللي راح يطلع على محتوى على المخرج وصبي للريجستر فايل، أما إذا كان عليه واحد راح يكون المدخل الثاني لوحدة الحساب والمنطق هو 16 بت القيمة الفورية الموجودة ضمن التعليمة. الخط ميموري ريد إذا كان غير فعال معناتها لن يتم القراءة من الذاكرة، إذا كان فعال سيتم تمرير محتوى موقع الذاكرة المشار إليه بالعنوان أدرس إلى المخرج داتا أوت. الخط ميموري رايت إذا كان غير فعال لن يتم الكتابة في الذاكرة وما له تأثير طبعا مثل ميموري ريد، أما في حال كان فعال سيتم كتابة مجموعة من البتات هي محتوى مسجل معين ضمن موقع الذاكرة المشار إليه بالعنوان أدرس يتم حسابه على وحدة الحساب والمنطقة. الخط memory to register إذا كان عليه القيمة صفر راح أقول إنه القيمة اللي راح تكون على المدخل باص W للريجستر فايل، وبالتالي القيمة اللي سيتم تخزينها ضمن مسجل الهدف هي خرج وحدة الحساب والمنطقة، إذا كان عليه واحد سيتم تخزين قيمة ضمن المسجل الهدف هي القيمة القادمة من الذاكرة، وهي أيضا طبعا راح يتم القيمة القادمة من الذاكرة أو تم قراءة من الذاكرة على المدخل بس W للريجستر فايل. بالنسبة للخطين branch if equal branch if not equal، إذا كان عليهم الخطوط هذو خطين عليهم صفر ما رح يأثروا على تغيير مسار التنفيذ. إذا كان عليهم الخط واحد على أحد الخطين عليهم قيمة واحد، إذا كان الشرط محقق يعني if branch is taken راح
ينكتب ضمن ال program counter مسجل program counter عنوان التعليم التالي هو العنوان الذي سيتم التفرع أو القفز إليه. آخر خط هو الخط J أو هو الموافق لأنه التعليم هي من نوع jump. إذا كان عليه صفر لن يوجد أي تأثير على طبعا أكيد لازم يكونوا ثلاثة عليهم صفر حتى يكون التنفيذ هو التعليم التالي. إذن إذا كان الخط J عليه صفر معناته رح تكون التعليم التالي هي التعليم الحالية زائد عنوان التعليم التالي هو عنوان التعليم الحالي زائد 4. إذا كان عليه القيمة 1 معناته البروغرام كاونتر سيوضع فيه العنوان الناتج عن محتوى تعليمة الجامب هو الأربع بتات العليا من محتوى المسجل بي سي 1 زائد 4 بيجي بعده 26 بت من القيمة الفورية موجودة بتعليمة الجامب وآخر شيء البتين اللي دائما قيمتهم أصفار بتين أقلامية ضمن مسجل بروغرام كاونتر. هيك رح أقول أني عرضت تأثير كل من الخطوط العشرة اللي هي ناتجة عن المين كنترول يونت. طيب بعد ما عرفت شو تأثير هالخطوط بحاول استنتج دائرة منطقية بتحقق لي هالتفعيل لهالخطوط. رح أحاول أدرس هذا الموضوع من خلال ترتيب حالة مجموعات الخطوط لأجل التعليمات اللي أنا نفذتها بهالداتا باث اللي عرضته بالملف. رح أقول إنه إيش التعليمات من النوع R type هي بتوافق أوبكود يساوي الصفر. الريجستر ديستنيشن دائما قيمته 1. اما في باقي الحالات في الاي تايب المسجل الهدف هو ار تي وفي التعليمات الاربعه الاخيره كانت الحاله دونت كير بتذكر انه لما يكون في عندي حاله دونت كير فيني اخذها 1 او 0 حسب ما بحتاج لحتى احصل على افضل اختصار ممكن. بالنسبه للخط ريجستر رايت أنا عم أكتب ضمن مسجل الهدف في عندي هالمجموعة من التعليمات وبالنسبة لتعليمات الستور والبرانش والجمب لا يوجد كتابي في المسجل الهدف. بالنسبة لخط EXTOP ولما يكون في عندي قيمة فورية القيمة الفورية كان بها المجموعة التعليمات في العمليات الحسابية add i وعملية set on less than immediate كان عندي توسيع بإشارة في عمليات الوصول إلى الذاكرة اللود والستور توسيع بإشارة وبخلاف ذلك كان توسيع بدون إشارة في العمليات المنطقية. بالنسبة للخط ALU source أو المدخل الثاني لوحدة الحساب والمنطق في التعليمات من النوع R-type وفي تعليمات البرانش كان المدخل رقم 0 أما في تعليمات من النوع I-type كان المدخل الثاني هو القيمة الفورية. بس في تعليمة البرانش أو خط البرانش في إيكوال لأنه رح يساوي 1 فقط في تعليمة البرانش في إيكوال نفس الموضوع البرانش في نوت إيكوال رح يساوي 1 فقط في تعليمة البرانش في نوت إيكوال ونفس الأسلوب تماما تعليمة الجامب رح يساوي 1 فقط في تعليمة الجامب. بالنسبة للخط ميموري ريد رح يكون فعال فقط في تعليمة اللود والميموري رايت رح يكون فعال فقط في تعليمة الستور. وبالنسبة للخط memory to register راح اكتب في التعليمات r type و i type الحسابية والمنطقية راح اكتب في المسجل الهدف خرج الوحدة ALU اما في تعليمة load راح اكتب القيمة التي حصلت عليها من موقع يوافق عنوان الذاكرة اللي انا حسبته. اذا هيك راح اقول اني عرفت كل خط وين عم يكون حالته 1 وأنا أكون حالته 0. قبل ما أنتقل للشريحة التالية وأعرض شو راح يطلع عندي راح أقول مثلا أنه الخط Register Destination هو يساوي أنه التعليمة هي من نوع R-Type باقي الحالات 0 راح أعتبر أنه دول الحالات هي كلها أصفار. بالنسبة للخط Register Write راح أقول أنه هو فعال أو عليه القيمة 1 إذا كانت التعليمة
ار تايب او اي او اد اي او اد ميديت او اس ال تي اي او اند اي او اور اي او اكس اور اي او لود وورد. طبعا لما نقول او يعني زائد، اذا ما بدي احط هالعدد من الحالات فيني احط التعليم ايه راح اقول، ليست ستور او ليست برانش او ليست برانش نوت ايكوال وليست ايضا راح اقول جمب. فراح اشوف انه هون الشرط بيتكون من 4 حالات بدل ما يكون الشرط عندي من 7 حالات. كيف راح ارتب هذا الحكي؟ راح اقول انه register destination، خط register destination يساوي r type. r type انتبه انه الديكودر اللي عم ياخد هالست بتات اللي هنو الاوكود راح يمرر لي ال r type مباشرة. لما بكتشف انه تعيين من نوع r type مباشرة راح يفعل لي الخط register destination. register write، register write لحتى يكون عندي الخط register write يجب ان يكون التعليمة ليست لا ستور ولا برانش ولا on equal برانش not equal jump كلاتهم مجموعين مع not. الخط extop انتبه extop هو راح شوف عند الأصفار يعني عمليا and immediate زائد or immediate زائد x or immediate وكلاتهم مع not. لليو سورس راح يكون عندي باخذ العدد الاقل اللي هو الاصفار زين ار تايب زائد برانش اف ايكوال برانش اف نوت ايكوال كلياتهم مع نوت. وبالنسبه لي الخطوط طبعا البرانش اف ايكوال راح يساوي انه التعليم برانش اف ايكوال برانش نوت ايكوال ايضا والجمب. الخط ميموري ريد راح يكافئ انه التعليمه هي لود وورد والميموري رايت راح يكافئ انه التعليمه هي ستور وورد والميموري تو ريجستر ايضا راح يكافئ التعليمه لود وورد. انتبه الميموري ريد يساوي لود وورد، الميموري ريجستر يساوي لود وورد، الميموري رايت يساوي ستور وورد. انتبه ايضا على هي الدارة انه مباشره لما اكتشفت انه التعليمه جامب فعلت الخط جامب، التعليمه برانش نوت ايكوال فعلت الخط برانش نوت ايكوال برانش ايكوال ايضا فعلت الخط البرانش في. اما بالنسبة لي باقي التعليمات انتهي. تذكر انه الار تايب مباشرة هي بتكافئ ريجستر ديستنيشن واللود وورد هي عم تكون عم تفعل الميموري تو ريجستر والميموري ريد. اما باقي هالتعليمات او هالثلاث خطوط راح يكون الى بوابة أور معاكس بوابة أور معاكس بوابة أور معاكس. ما رح نعرضه هنا مشان فقط المحافظة على بساطة الشكل. إذا رح أقول إني استنتجت دارة منطقية دارة منطقية دارة منطقية من خلال الأوبكود أعطتني حالة 10 خطوط تحكم وهي المين كنترول اللي هي تعطي خطوط تحكم لكل الداتا باث. ندخل الى الـ ALU control راح اشوف انه في التعليمات من النوع R-type من النوع R-type انتبه ان التعليمات هي اما add او sub and or xor set if less than add immediate ايضا set if less than and or xor add. تبي تعليمات اللود والستور كانت الوظيفة هي حساب عنوان أو add branch if equal branch if not equal يصب لإيجاد الفرق بين قيمتين لاكتشاف مساواة عدم مساواة. فقط تعليم الجمب ما بتستخدم الوحدة الحساب والمنطق. انتبه دارة الاد لازم تكون عليها الأربع بتات الـ ALU control هي 4 أصفار الاد 4 أصفار الاد 4 أصفار الاد 4 أصفار صب 0 1 0 صب 0 1 0 0 1 0. إذا أنا من خلال هالمجموعة الخطوط راح أختار العملية الحسابية أو المنطقية اللي راح تنفذ على تعليم على وحدة الحساب والمنطق.
في حال كان عندي تعليمي نوع ار تايب راح احتاج الجزء فانكشن، في حال كان تعليمي ليس من نوع ار تايب بمعنى تاني الاوب كود لا يساوي الصفر راح احتاج فقط الاوب كود حتى احسب هالخطوط، حتى احسب هالخطوط التحكم الخاصة بوحدة الحساب والمنطق. كان عندي 4 خطوط هي كافية، ممكن ايضا ازيد عدد الحالات ممكن رمزها باستخدام 4 خطوط. اذا ممكن استخدم 4 خطوط لترميز حتى 16 حالة وهي 16 ترميز ثنائي، ممكن استخدمهم لحتى رمز حالات اضافية بتتنفذ على وحدة الحساب والمنطق. أنا راح أقول إني نفذت دار التحكم للداتا باث اللي نفذته، نفذت مين كنترولر و ALU كنترولر بمناقشة بسيطة، حصلت على الخطوط 10 من خلال الأوب كود و4 بتات ALU كنترولر من خلال الأوب كود مع الجزء function اللي احتجناه مع التعليمات من النوع R. طيب المقطع التالي راح ناقش شو يعني single cycle processor وهو التصميم اللي أنا عملته، راح أشوف نقطة ضعفه وراح أشوف كيف يمكن التقليل من أثر هذا التصميم من خلال استخدام تصميم مختلف.